مشكات. المشكات قوة في الحائط غير نافذة، يوضع فيها المصباح. وفي التنزيل العزيز كمشكات فيها مصباح، والمشكات ما يحمل عليه أو يوضع فيه القنديل أو المصباح. ومن يزور المساجد الأثرية يجد في كل ركن مشكات مدللة يتجلى فيها الفن والجمال وروعة الزخرفة الإسلامية. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الفيسبوك والإنستغرام لقناة تصميم الأسماء، وهي موجودة في الوصف أيضاً.